السلام عليكم احبابي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير. كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هاد لا فيديو هادي، مرحبا بكم. اليوم فيديو جديد، فلوق جديد، احداث جديده في القناه. المهم تسمعوا صوتي، صوتي اصلا عيان، ودابا راه 7 الصباح وانا كندير لكم مونتاج لهاد الفيديو هذا، حيت الصراحه ملي كتفيق ليا تيليا ما كتخليني ندير والو حتى حاجه. المهم غادي يبان لكم هنا الطريق المطار، ان شاء الله مسافرين انا وسيليا بوحديتنا. المهم عندنا شي اغراض في اكادير خصنا نصايبوهم، وعادي ما غاديش يمشي معنا. نخليكم مع لا فيديو باش تشوفوا التفاصيل كامله، وغنشارك معكم الطريق كامله بتفاصيلها وبحذافيرها، ونشارك معكم السيمفونيه ديال البكا اللي دارت ليا سيليا في الطياره وكل شيء. خليكم مع لا فيديو. احبابي المهم انا في المطار دابا، عدو لها هو سيليا، هي بلات سيليا. سيليا انا ماما سيليا من نور خب الناس، ما خليتش نشوف اول تيكي عند سيليا. هي سيليا ناصر، يا اختي يا اختي يا اختي، على سيليا ناصر. سيليا اول مره تركب في الطياره، سيليا النصيرين. انا طلعت لي في الراس. انا فهاد قولي يلاه مين نقول لك انتي صايب سيليا زافا. قولي ما وريتكمش لبستي في الطال. ما درت مكياج خفيف، جمعت شعري هكا كنت شوفر باش ما يعذبنيش، راكم عارفين مع سيليا، وجبت لها بوسيت. صراحه سيرفيس زوين دغيا دغيا العربيه، داكشي دغيا دغيا. حطيت دفعت لافاليز عندهم، ما فيا صراحه ما يطلع الطياره، نبقى معذبه معاها. وعاد سيليا خصني نهزها حيت البوسيط غادي ندفعها حدا لافيون. ايوا صافي، هانا دابا كنتسنى انا وسي عادل، غنمشي ندخل واقيلا داخله عادل، كلشي دخل. المهم قلتي شويه غادي تسير. يلا المهم احبابي خليكم معنا تشوفوا الرحله ديالنا انا وسيليا. غنشارك معكم كلشي. توحش غير هي ياك ياك لا تنتي، ولكن هي بزاف. شوفوا ناري زعما ابو بنته بابا. يلا انا نهار الجمعه ونجي عندك الاكادير ان شاء الله. ان شاء الله يا المهم احبابي، باي باي. يلا باي باي. اول مره غاني، ولكن اول مره ان شاء الله. يلا زيد سلامة. باي باي. سلامة. قولوا باي باي بابا. بابي واخيرا دخلت انا وسيليا لصال دخلت طنط الداخل، دوزنا التفتيش، دوزنا صراحه بحال تقريبا بحال الطيران الدولي تقريبا بحال هكاك. ناقصنا غير شي حوايج، انك ما تهيتش صباطك في التفتيش. بصراحه ما ناقصناش بزاف الحاجات، ناقصه غير الباسبور مسكين والفيزا هما اللي ناقصين، اما بحال 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 الطيران الدولي بحال الوطني. صافي، ولا كارت ناسيونال، لا كارت ناسيونال فيما فيتي، لا كارت ناسيونال، لا كارت ناسيونال ولي تيكي. صافي هذا مكان. ايوا حنا دابا كنتسناو في لاصال داتونت. الملال ثم الملال ثم الملال. مع 11:05 دقائق غادي يكون غادي يتحلوا هاد لي بورت باش نطلعو. وانتوما معنا، ما عرفتش انا سيليا بدات كتقنط، ما بغيتش نخليها تنعس. صافا شوفوا حنا السكاته اللي جبنا، شرينا سكاته جديده وكيما عطيتهاش لها، حيت السكاته اللي عطيتها لها دابا قطعت جوج في يومين، عندها الدري ساعتين وضو اللي جدتها تدي لها قط قط. عجبك الحال في الكاميرا؟ قولي لهم 1 2 3، قولي 1 2 3، قولي مبقاتش ناري واحد لامونطخ عندي حيدتها باش دزت، بقات خاصك مصاوبه. هاد لامونطخ هادي لي جاب ليا عادل كتطوى كتلوى على اليد. قولي 1 2 3، برافو. والضحيكة. ايوا المهم حنا جالسين كنتسناو. نعم ماما تي باغا تهضري بوحدك في الكاميرا. واو واو سيليا زوينة. واو واو واو. قول لهم بابا دوا بابا دوا وي تو، كتوريكم لي دوا سيليا. وي لي دوا، برافو. وي لي زيو سيليا، وي لي زيو، برافو. لي زيو لو
لا بوش لي زوغاي لي زوغاي لي زوباي. Cause I'm drowning in something and I can't come out. Just show me loving, I need loving. Me myself in enough. سيليا غادي نلاقيو دابا ها حنايا غاديين كوكوريا يا اختي. ها هي سيليا. سيليا سيليا ايوا حنا قولوا حنا كنديروا دي فيديو يلا بيان يلا بس دري دري دي بونجور باي 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 مامي باي مامي. سيليا بدات كدير البيتيز تيتي ماما تيتي عفاك. ملي بدا الهبوط دارت ليا سيليا واحد السامفونيه ديال البكا ما بغاتش تسكت ضروها ودنيها مع داك الهبوط ما بغاتش تسكت تبكي تبكي راهي الطياره اللي حنا ندخلوا للمطار
تسمحي لي؟ ايوا حنايا دابا راه الكوسيط ديالها. سيليا السلامة. هي الطيارة ديال العربية صراحة كبيرة ماشي صغيرة كاع. وهانتوما معانا الرحلة ديالنا، غتسناني ماما وخالتي هما اللي غيتسناوني برا، حيت عندي واحد الغرض خصني يمشيو معايا باش يشدو ليا سيليا نقضي شي أغراض عاد باش نمشيو للدار. خليكم معانا دابا غادي نمشيو نشوفو لافاليز ديالنا. الله عم تعطلش نبقاو نتسناو هنايا بليستي جاية بعدا ما تعطلاتش. سيرفي الصراحة زوينة. ايوا انا اخيرا وصلنا للطاكسي احبابي. حنايا دابا غاديين ان شاء الله نمشي نمشي المقطعة نقضي شي اغراض عاد نمشي للدار معايا ماما وخالتي سيليا. صافي مشات صافي. هذا ما كان بالنسبه للفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم. وما تنساوش اذا كنتو جداد على القناه انكم تضغطوا على زر سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس وديروا الكل باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله بالنسبه للقناه. وتخليو لنا لايك ديالكم ولي كومونتير ديالكم. ونهاركم مبروك احبابي، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي.